السلام عليكم، ورجعنا لكم مع نيو لوك جديد زي ما انتم شايفين كده يا ابطال مع المدرب الافضل. هنتكلم النهارده على المفروض جولتنا ال13 ولكن طبعا بطريقه مختلفه نظرا لاننا كنا مشغولين بطلعات العيد والخروجات والكلام ده كله، فبالتالي انشغلنا جدا عن اللقاء وما عرفناش نصور ما قبل الحدث او ما قبل المباراه. فالنهارده هقول لك انا لعبت ازاي ضد ريال مدريد بفريق قادش على ملعب ريال مدريد في سانتياغو برنابيو. لقاء هيبقى قوي جدا النهارده، هنتكلم على كل التفاصيل وكمان اشرح لك التكتيك اللي قدرت العب بيه النهارده اذا كنت تفوقت او خسرت المباراه دي. فانزل ادعس اللايك العنيف دلوقتي في عودتنا ما بعد العيد باذن الله عشان تحمسنا للعوده بتكتيكات قويه بكوينز قويه وكمان باستمرار في سلسله التطوير القويه جدا جدا. فانزل ادعم اللايك العنيف دلوقتي واشترك لو انت مره تتفرج علينا عشان تستفيد بما هو قادم باذن الله، وبينا ندخل في الفيديو مع بعض. طيب يا سيدي، زي ما انت شايف كده لو خدتك على طول من الفيديو على المباراه على طول زي ما انت شايف كده هتلاقي ان ريال مدريد وصاحب الارض يعتبر وقادش الفريق الزائر، احنا الضيوف على ريال مدريد. فبالتالي في الحلقه دي هنضغط بدء المباراه ونشوف بسم الله ايه اللي حصل في المباراه دي. طبعا احنا مجريين وممكن عادي ان احنا نجري مفيش مشكله، بحيث ان احنا نشوف الاهداف يا ترى احنا سجلنا اهداف ولا لا، كل ده هنشوفه. الى الان احنا اللي مسيطرين، والهدف الاول من ميسي تمريره جابريل في الدقيقه 34 عشان يعتبر عليها ينتهي الشوط الاول بنتيجه 1-0 لصالح قادش على الملكي ريال مدريد. تخطينا الشوط الاول ورجعنا للشوط الثاني عشان نشوف ايه اللي هيحصل فيه، وبسم الله برضو نضغط بدء الشوط الثاني. انا من وجهه نظري اتمنى نعزز بالثاني احسن ما نستقبل التعادل. اصابه لجوالينتون جديده، يعني الراجل اللي اتصاب تو طرد لميسي لعبه خطيره، حرام عليك يا ميسي، حرام عليك يا ميسي، طرد في الدقيقه 56 يا جدعان، يعني الصراحه مجازفة قوية جدا ان الراجل ممكن يتعادل معايا. الدقيقة 89 الدقيقة 90 الحمد لله صفر الحكم وتنتهي اللقاء بنتيجة 1-0 لصالحنا مع اصابة لجوالينتون الراجل اللي اتصاب قبل كده وكمان مع طرد لليونيل ميسي. فالموضوع صعب جدا جدا. لو انتقلنا على طول بقى لاحصائيات المباراة، فزي ما انت شايف كده الاحصائيات اللي معانا اللي بيقول لك كان فيها ان الميسي هو الكابتن المثالي مفيش مشكلة، بيقول لك لا يمكن التعليق على الخطة التكتيكية انما كان فوزا مقنع ولا نطلب اكثر من ذلك. زي ما انت شايف ميسي جاب جول في الدقيقه 34 وانطرد في الدقيقه 56، الراجل مكافح جدا وحابب شكله انه يعمل كل حاجه. زي ما انت شايف مدريد اللي طلعت علينا 10 هجمات، طبعا الهجمات اللي زادت بالنسبه له بعد عمليه الطرد على طول في الشوط الثاني، اما انا فاللي طلعت 5 هجمات بس بتشكيله زي 4-3-3 ايه زي ما انت شايف كده اللي قدرت اتفوق بيها وسجلت هدف كمان، وكمان ما استقبلتش اهداف ضد 6-3-1 اللي كان بيدافع بطريقه مرعبه جدا. عموما فريقنا فاللي ما جددناش عليه زي ما انت شايف كده، عندنا خيمينيز، عندنا جيرو، عندنا ميسي، كراماريتش، وزاها، جوالينتون، جبنا بس كوادرادو موجود كمان في نص الملعب، عندك بقى كويتس وجابريل وكانسيلو كمان اللي ضفناه للفريق جبناه من الكشاف طبعا لان ما فيش حد في الانتقالات يعتبر ده ليه كويس، فبالتالي اضطريت ان انا استدعي كانسيلو من الكشاف اللي قوته 94. زي ما انت شايف عندك اونانا وكوبل الاثنين الحراس القويين جدا اللي موجودين معايا في الفريق. وبالنسبه للتكتيك اللي لعبت بيه او ليه التشكيله طبعا كانت 4-3-3، اما التكتيك اللي لعبت بيه فكان زي ما انت شايف العقليه اللي هتكون اللعبه على الاجناب، تمركزاتك اللي هتكون كلها ثابته في مكانها. سيبك بالتكتيك اللي موجود ده لان التكتيك اللي موجود ده هو هيكون بتاع النهارده مع تشكيله مختلفه جدا ضد خصم برده يعتبر صعب جدا جدا، هوريه لكم برده اول ما نطلع من التكتيك. الرقابه اللي هتبقى دفاع المنطقه والتسلل اللي كنت عامله نعم امبارح لان الخصم كان بيلعب لي هجوم مرتد ب 6-3-1، فبالتالي تسلل نعم هيكون حل كويس جدا للتغلب على الخطه بتاعته. والارقام يا سيدي اللي كانت معايا زي ما انت شايف كده 50 70 55، ده يعتبر التكتيك اللي انا لعبت بيه امبارح، كان يعتبر مع قطع كرات عنيف عشان خاطر اقدر ان انا اضغط على الخصم بطريقه قويه جدا وفي نفس الوقت ما اديلوش الفرصه ان هو يقدر يستحوذ على المباراه بتكتيك زي خطه 4-3-3 وبس كده. ده كان التكتيك المناسب لخطه 4-3-3 ايه اللي انا لعبت بيها النهارده وبس كده. ده كان الفيديو معانا النهارده لملخص الجوله ال13 اللي لعبت بيها امبارح يعتبر، او اللي لعبتها امبارح يا ابطال. فبالتالي دلوقتي نرجع لمباراه النهارده في الجوله، طبعا يعني تخطينا جولات كتيره كده واحنا في الجوله ال16 ضد اشبيليه الراجل اللي قوته 97 وهيبقى قوي جدا جدا جدا. فانتظروا تحليل الجوله دي ان شاء الله مع تكتيك لخطه 4-4-2 حرف الايه، وعلى فكره ده اقوى تكتيك في اللعبه حاليا موجود دلوقتي لخطه 4-4-2 حرف الايه. فلو عجبك الفيديو اتمنى انك
تنزل تضغط اللايك العنيف دلوقتي وتشترك في القناه لانك مره تتفرج علينا عشان تستفيد بكل ما هو قادم باذن الله. حابب اعرف رايكم في التعليقات عن النيولوك الجديد، ايه رايكم في الديزاين الجديد بدل ديزاين رمضان ده ديزاين ما بعد العيد بقى، فحابب اشوف رايكم في الكومنتات تحت واشوفكم في فيديو جديد باذن الله ضد فريق قادش في جوله مرعبه وقويه جدا. سلام عليكم.